السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وحدات مفرش بالشكل ده. اول حاجة هعمل العقدة السحرية، هرتفع 3 سلاسل، ادي 1 2 3، وده هعتبره اول عمود، هشتغل جنبه 3 عواميد بلف، بطلع من 2 وبعد كده اطلع من 2، اخد لفة على الابرة واسحب الخيط، بيبقى معايا 3 على الابرة، اطلع من 2 وبعد كده اطلع من 2، اشتغلت 3 عواميد، هيجي ارتفع 3 سلاسل، ادي 1 2 3، هاجي في نفس المكان اشتغل 4 عواميد بلف، ادي 1 2 3 4، هرتفع 3 سلاسل، ادي 1 2 3، واشتغل 4 عواميد بلفة، ادي 1 2 3 4، وارتفع 3 سلاسل، واشتغل اخر 4 عواميد بلفة، ادي 1 2 3 4، هرتفع 3 سلاسل، ويجي عند طرف الخيط ده اسحبه كده بالشكل ده، هاجي هنا عند سلاسل الارتفاع بتوع اول حاجة ارتفعناهم، وهيجي الطرف الخلفي في اول واحدة، واجيب الطرف ده معانا كده واقفل بمنزلقة، بالشكل ده، وده اول جزء معانا. في نفس المكان هرتفع 3 سلاسل، ادي 1 2 3، وهاجي هنا عند 3 سلاسل الارتفاع اللي كنت برتفعهم، واشتغل 12 عمود بلف، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، بالشكل ده. هاجي هنا هشتغل كمان 12 عمود بلف، هفضل شغالة هنا 12 وهنا 12 وهنا 12، باجي هنا عند سلاسل الثلاثة اللي انا كنت برتفعهم، هاجي في اخر واحدة في العمود الخلفي بتاعها واقفل بمنزلقة، ويجي في نفس المكان هيجي هنا كده،
بنفس الشكل ده. اول جزء معانا، انا اشتغلت واحده لغايه هنا كده بالشكل ده. فاجي هنا هذا بقى الظهر بتاعه، هاجي احط دي عند دي كده، وهاجي هنا عند سلاسل الارتفاع واسحب طرف الخيط ده كده وارتفع سلسلة، وياخد لفة على الابرة. وهاجي هنا هشتغل 12 عمود لفة، دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وهاجي دي هتبقى هنا واسحب الخيط، وهاجي عند سلاسل الارتفاع اللي كنا بنرتفعها واسحب الخيط بالشكل ده وارتفع سلسلة، وهاجي هنا اعمل الاثناشر عمود بلف، الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر، هيجي عند اخر واحدة واشتغل اتناشر عمود كمان، دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر، ويجي عند سلاسل الارتفاع اللي كنا عاملينهم في اول حاجة، واخذ منزلقة اقص الخيط من هنا هنرجع ننضفه ونركب الجزء الجديد. انا بعد ما خلصت الجزء الثاني، انا لو عايزة الطول بتاعي في كل مرة هركب هنا واحدة زي دي بنفس الشكل كده الطول اللي انا محتاجاه، وبعد كده ارجع اركب العرض بتاعي. دلوقتي انا هركب الجزء الجديد، فانا بعمل واحدة زي دي وباجي هنا بالشكل ده، وارتفع سلسلة، واشتغل هنا 12 عمود بلف، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية
تسعة، 10، 11، 12. هاجي هنا بالشكل ده، اسحب طرف الخيط وارتفع سلسلة واشتغل هنا 12 عمود. ادي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. هاجي هنا نفس النظام، اشتغل 12 عمود، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. هاجي زي ما قلنا في كل مرة نقفل بالشكل ده اول جزء. انا عملت واحدة كمان، هاجي هنا بالشكل ده، بسحب طرف الخيط وارتفاع سلسلة، ويجي هنا هشتغل 12 عمود. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. هاجي هنا واسحب طرف الخيط وارتفاع سلسلة، وهاجي هنا اشتغل 12 عمود. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. هاجي هنا هنا بالشكل ده واقفل وجينا اشتغل 12 عمود. ثمانية،
تسعة، 10، 11، 12، وهاجي عند سلاسل الارتفاع في العمود الخلفي وأقفل بمنزلقة. هاجي في نفس المكان واسحب طرف الخيط بالشكل ده. هرجع بقى انضف الزيادات وارجع تاني كنا بادئين بيه بالشكل ده كده. اول اهو بالشكل ده، دي وحدة المفرش. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة